اتفضل يا استاذ عمار. طيب هتلعب بمين؟ هلعب بالاهلي. ماشي. النقطه الاساسيه بس اللي عايزين نسالها قصاد بكره الاهلي قصاد سان داونز، هو عنده سلاحين مهمين جدا. الاهلي لازم يسجل، الاهلي لازم يبقى عنده الرغبه كده كده في الفوز. فطبيعي اكتر سلاحين يهددوا سان داونز ايه هم وشفناهم في مباراه الذهاب؟ الاطراف، اطراف الاهلي تحديدا بتحركات المهاجم وده هنشوفه، والنقطه الثانيه الضغط العالي. الاثنين دول اجاد فيهم الاهلي جدا واخترق بيهم سان داونز. طب ازاي اخترق بالاطراف؟ تعال نشوف. تعال نبدا بالحالات وهنيجي ناحيه الشمال تحديدا. هي ناحيه الشمال عند عبد القادر، دي ناحيه عمر صح؟ انا عارف ان انت عندك مشكله الشمال في الموضوع ده. عبد القادر الشمال هنا. عبد القادر تعالى عند عبد القادر وتعالى نبدا بالعالم. مش يا جماعه هو اجنبي هو. اه معلش ما اعرفش الشمال باليمين. عندنا مشكله والله في الحاجات دي. انا بره اوروبا؟ لا بتسوق ناحيه اليمين. انا عارف دريكسون بيبقى ناحيه اليمين. والله ما هنكمل. طيب انت بتقول على حاجه محبب برضه ليه يعني؟ ما هو اليمين يمين هنا وفي اوروبا يا حبيبي. خلاص الشمال شمال. انت اللي بتقول مش انا. اتفضل يا بيه اتفضل. الاهلي دايما لما جه في مباراه سان داونز تحديدا بتقول لي الناحيه وانا هساعدك، ابتدى يجمع ناحيه الشمال ناحيه احمد عبد القادر. ماشي. وتعالى نشوف على ارض الملعب لما نبدا بالحالات الاطراف تحديدا بتاعت الاهلي. تمركز بيرسي تاو وتمركز قفشه تحديدا وتمركز حسين الشحات لو هنعتبر ان ده هيبقى اليو ديانج. تعالى نبدا بالكوره على طول، الكوره رايحه لاليو ديانج. وتعالى نبص على شكل نمشي الحالات تماما. اول ما هتبتدي الكوره تروح للناحيه اللي الاهلي بيملها، الثنائيه المهمه جدا في الاطراف ما بين عبد القادر وما بين الشحات. الشحات دايما هتدي له في المساحه، عبد القادر دايما هتدي له في رجله، وده التوازن الكبير جدا اللي هم عشان كده افضل جناحين موجودين في الاهلي. عبد القادر لما تدي له في تجميعه اللعب هنا بتجمع اللعبه من عنده. لو رجعنا بس فريم ثانيه واحده هنشوف بيرسي تاو وتحركه. المفروض ان بيرسي تاو هو المهاجم بتاعك. بص بيرسي تاو فين؟ واخد مكان الجناح اليمين. الراجل المدرب سان داونز قال لك هو بيرسي تاو بيلعب في اكتر من مركز. احنا مش عارفين هو هيلعب في انهي مركز بكره. دي الميزه الاساسيه اللي كانت عند بيرسي تاو رغم ان هو جودته الفنيه لسه بعيد جدا كل البعد عن مستواه الفني، ولكن تحركاته واحده من اذكى التحركات اللي موجوده. لو شفنا بس معلش الكوره تاني عشان نشرح دور حسين الشحات تحديدا في التحرك في العمق لما ساب بيرسي تاو في الناحيه اليمين نمشي بيها عادي. بص حسين الشحات فين؟ فعند دايره نص الملعب. بيرسي تاو واخد مكان الجناح اليمين، ما عندكش مهاجم، وقفش هو الوحيد اللي بيقوم بدور المهاجم، عشان كده المساحه اتخلقت حسين الشحات اللي دخل ودي اول كوره. عايز اقول لك ان وجود عبد القادر مهم جدا عشان هو اللي هيصنع لي الهجمه، وجود بيرسي تاو مهم جدا عشان دايما سان داونز عنده مشكله اساسيه ان هو دايما بيلعب رباعي الدفاع كده. لازم تسترتش الملعب، وسترتش الملعب شفناه في مباراه سان داونز في الذهاب. الاهلي اخترق امتى؟ شفت عبد القادر لما بتلعب له على الجناح ما عنده علي معلول، او لما تجيب حسين الشحات ناحيه اليمين هنا وتطلع هاني هنا، بتلعب دايما في المساحه، بتلاقي الرباعي واقف على خط واحد دايما كده، والراجل ده دايما بيروح مع اللي في عينه، يعني لو قفشه اللي قدامه هياخده. الكره اللي بعديها بس الثانيه او اللقطه الثانيه تحديدا هوريك ان قفشه كان واقف هنا، ودي نقطه مهمه جدا قال عمر في ثلاثيه وسط الملعب. لو قندوسي اللي موجود، قندوسي عنده ميزه مهمه جدا. بص نمشي بالكره دي ثاني ثانيه واحده نكمل بيها واحده واحده. اللي بعدها وجود بيرسي تاو. بص بقى عينك على قفشه دايما اللي هو تحت هنا. قفشه واقف لوحده خالص بدون اي تحرك. بيرسي تاو هيتحرك من مهاجم هيروح ناحيه الشمال عشان يعمل الزياده العدديه مع عبد القادر ومعلول. خليك كمل كمل بقى بالهجمه. هم بيشتغلوا من ناحيه الشمال هم الاثنين. طيب انا بس عايز اخلص النقطه دي عشان قفشه في 3 4 فريمات ما اتحركش تماما تمام. بصي على يا سيدي كمل بقى خلاص يعني الناس ما خدتش بالها كمل. بص لو ما هو احنا رجعناها تاني ليه؟ طب عايز ارجعها تاني معلش. رجعها له تاني يا سيدي حاضر. عشان هو القصه الاساسيه في ايه؟ في بيرسي تاو تحديدا التحركات بتاعته زي ما قلنا المهاجم المتحرك قصاد سان داونز ده اهم حاجه. انت مش عامل لهم فوكال بوينت او مش عامل لهم محطه رئيسيه، فبالتالي رباعي الدفاع ده دايما بيتحط بيقرب من بعضه كده. انت لما تخرج بيرسي تاو من بيته لازم محتاج يا اما لعيب وسط المدافع او لعيب وسط المهاجم اللي هو المفروض ان هو كان قفشه يتحرك ياخد المساحه دي. عشان كده حسين الشحات هو اللي عملها لك في اول لقطه شفناها، ولكن قفشه في اللقطه الثانيه دي واقف مكانه. عشان كده بيرسي تاو اتحرك من هنا راح ناحيه اليمين وفضل المساحه دي خالص، وهو اللي راح اخدها عشان ديانج هو اللي عمل له هنا الزياده وقتها. اذا ثلاثيه وسط الملعب مهمه جدا في فكره قندوسي سواء في الطلوع بالكوره من هنا او الزياده الهجوميه. قفشه ما بيعملكش غير واحده بس، هيطلعك بالكوره فقط لا غير. فوجود مروان عطيه واليو ديانج وحمدي فتحي ده حل، او وجود حمدي فتحي واليو ديانج مع قندوسي عشان ده هيبقى مهم جدا. عشان زي ما قلنا فكره الاطراف مهمه جدا. في وجود عبد القادر مش هيبقى فيه حسين الشحات، فهيلعب بيرسي تاو ممكن كهربا.